كأنه في شي بينك وبين هالبنت غلط، مو هيك؟ أنا بتمنى أكون أنا غلطان برأيي. يا ابني، أنت لساتك شاب صغير والمستقبل قدامك. صدقني، إذا بدك تبدأ بالغلط رح تنتهي لا سمح الله بالغلط. وأنت شكلك مربى وابن خلق وعالم. طبعاً كل الناس خير وبركة. كيف حللت إنه في غلط بيني وبينها؟ يعني قصدي إنه شلون وصلت لهي النتيجة؟ لك يا ابني، لو كان الأمر طبيعي بينك وبين هالبنت، يعني مثل أي جار وجارته، ما كانت البنت نكرت قدام أمها إنها بتعرفك، وما كانت غير لونك ولونها شي 4-5 مرات بهالكم دقيقة اللي وقفوا فيها عنا بالمكتبة. اسمع مني، أنا مثل أبوك، والأب وقت بيحكي بيكون هدفه الخير. إذا في شي غلط بينك وبين هالبنت صلحه، ولا توعد حدا بشي ما بتملك انت تنفيذه. عن جد انا بعتذر، ما كان لازم اوعدها بالروايات. انا ما عم احكي هلا لا على الكتب ولا على الروايات ولا على المكتبة كلها، انا عم احكي عن شي تاني. الوعد، الوعد مهما كبر او صغر هو كلمة شرف. اذا ما انك قادر تحققها لا توعد حدا. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة. لك ان شاء الله بتقبري قلبي يا قطة انتي، والله والله لساوي لك عرس مطنطن كل البلد تحكي فيه. نقي وشو عرس؟ خلي كل شيء على الساكت، ولا بدك مرتك ولادك يبهدلونا؟ مرتي وولادي لشو لهم علاقة بالموضوع كلهم لحتى ينضربوا ويبهدلونا؟ خلص أنا ما بدي حدا يضربوا. بس شلون هيك يعني؟ شلون بدنا نتجوز دوما نساوي عرس؟ بكتاب براني وشاهدين، نكتب ورقة وبخبيها عندي بالحفظ والصون، هذا إذا وافقت أتجوزك. إذا وافقتي. وليش ما توافقي؟ يعني الجواز بده اتفاق، ولا هيك بدون اتفاق؟ منتفق شو عليه؟ شو بدك؟ أنا جاهز من عيني هي قبل هي. من الأول أنا بهذا البيت ما بتجوز. أنو بيت؟ بيتي. كيف يعني أنو بيت؟ شو بدك يعني أتجوز وأسكن بالحارة؟ خلص أنا عندي 3-4 بيوت، نقي البيت اللي بدك إياه ونسكن فيه.
إيه لكم وحياتك رح نقي. شوفي أنا من كم يوم اشتريت بيت مرتب مرتب كبير، يعني هيك فيك تقولي فيلا. لا أنا ما بسكن ببيت سكنته وحدة قبلي. والله ليش، مين قالك إنه حدا ساكنه قبلك؟ هذا البيت أنا شاريه جديد والأحد بدي أنزل أفرغه. لمين بدك تفرغه؟ باسمي. إيه إيه شو إيه؟ وأنا. أنت بدك تسكني؟ لا أيو شو أسكنه؟ منروح عليه بس نتواعد، وكل يوم بالليل كل واحد منا بيروح على بيته، ولا بدك الناس تعرف وتدرى؟ أبو عبدو أنا حاسة هيك حاسة. مريني مريني بشو حاسة؟ ما بعرف، أنت مفكرني ملاقي حالي بالشارع يعني؟ الله يسامحك يا شورى، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ إيه لأني شايفتك بدك تتجوز ببلاش. بلاش؟ أنا بدي أتجوز ببلاش؟ لا يا شهورة، أنت بس أمري، شو بدك أنا بجيب لك؟ أكيد 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 بدي البيت. البيت؟ إيه البيت، لما أنا ما بستاهل، ولا أنا مو بسعر أم عبده وولادك، كمان أنا رح صير مرتك. كلش إن شاء الله بتقبري قلبي. شو مرتي لك؟ أنت القطة تبع حياتي، قسما بالله انك اغلى من المراه واغلى من الاولاد واغلى من الدنيا كلها، بس البيت يعني انا عم بقول. لا 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 مو صحيح مو صحيح، لو انا كنت هيك ما كنت هلا قدام. خلص انا ما بدي بيت، ما بدي شيء منك، اذا انت من هلا عم تعمل فرق بيناتنا. بس تعملي هالحركه ما بعرف شو بصير فيني. خلص خلص بدك البيت، بكتب لك اياه البيت باسمك، وبعتبره انه هو هذا المقدم تبعك. منيح إيه؟ لا مو منيح، اذا بدك تفرغه فرغ لي يا دغري. بفرغه فرغه، ليش ما حتى ما افرغه؟ ما هو بالحالتين إليك يعني. برأيك اذا بنكتبه مقدم يعني مو احسن هي؟ حبيبي انا مقدمي غير شغلي بنوك. شو هي مقدمي؟ بده يكون ضمانه إلي، بدك تضمن لي انك تعيش معي لاخر العمر، الا اذا بدك تتجوز وطلقني. لك شو اتجوز غيري؟ اعوذ بالله، ان شاء الله بموت قبل ما افكر بهي القصه. طيب شو بيضمن لي انك ما تعملها؟ تقدري قلبي، شو بيضمن لي انك؟ انت شو بدك الضمانات اللي بدك اياها؟ انا جاهز. انا بدي الورشه. ورشه؟ ورشتي انا؟ شو كثير علي انا الورشه؟ لا لا تقدري قلبي، شو كثير عليكي؟ لا بس يعني انا شو بدي اشتغل؟ بالورشة. يعني شو بدك تشتغل؟ يعني انت بتلاقيها حلوة انه واحد عم يشتغل بورشته، يصير عم يشتغل بورشة مرته. ها شفت 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 شفت، قلتلك انا قلتلك انت عم تعمل بيناتنا فرق. لك لا حبيبة قلبي، انا بدي اعمل فرق بس يعني الورشة. ايه الورشة، مين رح يطالعك منها؟ بعدين تقبرني؟ يعني شو الفرق اذا كانت باسمي لما باسمك؟ ما انا كلياتني هيك رح صير على اسمك. تقبري قلبي، هو ما في فرق بس. إلا إذا بدك تتجوز وحدة تانية غيري. لك شو هالحكي اللي عم تحكي؟ أنا أتجوز وحدة غيرك إن شاء الله بموت قبل ما أفكر بهالقصة. شوف أبو عبدو، أنا غير بهي الطريقة ما رح أضمن إنك أنت تضل بجنبي. أنا مو ناقصني أبداً جرح تاني، والله إذا تجوزت غيري ممكن موت طقيق، ممكن انتحر، ما بعرف شو ممكن أسوي بحالي. لا هي الحركة اللي هجنها بلا تساويها، إن شاء الله بموت يا أختي بلا ورشة وبلا الدنيا كلياتها، المهم أنت ما تنقرقي. بعدين حبيبي أنت ناقصك مصاري. لا خزيت العين خزيت العين يعني. والله بكرة بس تتجوز لهنيك وبسطك وريحك ويتحسن شغلك ويصير معك قد الورشة 200 مرة. خلاص بلاها الورشة بلاها لعيونك. وبقول لك شغلة، ما حدا رح يعرف إنه الورشة صارت لإلي. انت ما بدك تأمن على الورشة؟ لك ايه انا مأمن على الورشة. انا شو في فرق بيني وبيني؟ ابو عبدو شوف، مثل ما انت كريم انا كمان كريمة. رح اعطيك حل يخليك تأمن على الورشة. شو هو؟ رح اعمل بيني وبينك عقد اجار 20 سنة. منيح؟ بعدين انت ان شاء الله فكرني انا بدي الورشه مشان المصاري؟ لا يا معي كثير. انت بتعرف انه انا من فتره اشتريت محل قد ورشتك بعشر مرات؟ حياة الله. لكن شلون ما تعرف اني اشتريت ورشه خياطه من يومين؟
بالله عليكي نلي. لا تسألني أبو عبدو، أنا ما بنسأل. هلأ مو هون حديثنا، أنا اللي بدي أسألك. أنت هلأ لو لزمك محلي أو ورشتي، أنا معقولة أقول لك لا؟ لا لا، هو قلت لي لا لا. إي والله والله، إذا بتطلب عيوني لأعطيك إياها. إن شاء الله بيقبولي عيونك، دخيل عيونك أنا. شو تشربي؟ تشرب قهوة؟ هات قهوة. أبو عبدو حذاري، إياك ثم إياك إذا بتتجوز غيري والله لأشخطك شخط. إيها الحالة عم تتحسن كثير. برافو، ممتاز. يعني صار فينا نقول إنه خلصنا من المشكلة بشكل نهائي. شو أستاذ عيد؟ إن شاء الله ما رح نرجع للوضع القديم نهائيا؟ لا لا، أكيد إن شاء الله. وهذا بفضلك يا دكتور. بالفضل إلك. أنت كنت طبيب نفسك قبل ما أكون أنا طبيبك. طيب حكيم، نحن صار فينا نخرجه. شو؟ بدك تطلع؟ إيه والله يا دكتور، يا ريت يا ريت تطلعني. معلش، خليك كمان 10 أيام. ليش دكتور؟ ما رح أخبي عليك ولا على عيد. خير دكتور؟ أكيد خير إن شاء الله. بس خلينا نضمن إنه جسمه نظيف بالكامل من آثار المخدرات، لأنه في كتير أشخاص طلعوا على بكير ورجعوا للإدمان ما استفادوا من العلاج. سنبعدك أكيد إنه ما عاد إرجع للحبوب. هلأ حبوب المهدئات اللي وصف لك ياهن طبيبك هدول لازم تضل عليهم، ما فينا نقطعهم. بس الحبوب اللي كنت عم تاخذهم مع الحبوب المهدئة هن المشكلة. دكتور أنا ما كنت عم باخذ حبوب، أنا ما بعرف شو كنت عم باخذ أساساً صدقني. هذا كلام خطير، معناها في حدا كان عم بيعطيك حبوب بدون ما تعرف. طبعا كان في حدا، مظبوط. وهذا ممكن يوصلنا لاتهام جنائي، وانا برايي ما لنا مصلحه بهالقصه. ليش دكتور؟ وين المشكله؟ خلي اللي كان سببه يتحاسب وينال جزاؤه. طبعا الزلمه بيحب مرته وبده اياها. ايه دكتور، ايه انا معك، بس شوي روق شوي، ما في داعي ندخل بمشاكل ونتبادل الاتهامات مع مرته. مظبوط. شو بك؟ شد حيلك. انت صرت منيح، وضعك احسن بكثير، وبكره بس تتخرج رح تتابع علاجك وترجع مثل الاول واحسن. يا رب ان شاء الله. ويمكن تعيش شهر عسل جديد. الله يسمع منا. بس والله بعيده يا دكتور كثير. لا تتوقع الشر قبل وقوعه. في قابل هلا تكون مرتك ندمانه وعم تراجع حساباتها وتضرب اخماسها باسداسها. ما بتوقع. لا اتوقع. ما في مرة بيهون علي زوجها، وخاصة إذا كان مثقف ومتعلم ومربى مثل الأستاذ عيد. إيه يا ريت. ويمكن لو كنت قلتوا لها عن مكانه كانت إجت زارته وطمنت عليه كل يوم وجابت له ورد. ورد قلت لي، خليها بالقلب تجرح أحسن شيء. على كل حال لازم نترك الأستاذ عيد لحاله حتى يرتاح. أنا فضيت إنه ما نجيب سيرة مرته قدامه مرة ثانية، حتى ما يرجع يتوتر ويحن الحبوب، ونضطر نرجع نبلش بعلاجه من الصفر. يعني أنت برأيك ممكن إنه يرجع للحبوب مرة ثانية؟ إيه طبعاً كثير ممكن، وخاصة إذا توتر. عشان هيك لازم نكون حريصين بكل كلمة بنحكيها معه. صرنا نفكر شغلة سهلة. لا والله مو سهلة. خليك عندك. شو يا ابني، عدلت النسبة؟ لكان عمي، هاي الطبعة كلها منها. هات لشوف. تفضل. إن شاء الله تكون منيحة. على مسؤوليتي. الله يعطيكم العافية. تيسر على الشغل يا رب. يلا شوف عمو. ممتاز. غسلتها 3 مرات، واخر مره بالشامبو والصابون العادي. الله يعطيك العافيه. ابو قصي، مو صوت حسن هذا؟ بلا، يمكن زبطت. شو هي؟ لك خطه نزار. وينه وينه عمي ابو قصي، كبيرنا وتاج راسنا واهم مطبعجي بالبلد كلها. يسعد لي اوقاتك يا سي سمر. اهلا.
لك اهلين اخي حسن. اهلين طم الامر والله. تسلم تسلم يا غالي. جايب لي دفعه؟ دفعه شو يا عمي ابو قصي؟ انا جيب لك دفعه لك؟ انا جايب لك حسابك كامل وهي احلى شيك. تفضل. وباسم نديم مثل العاده. شرف. اها برافو والله. نديم هون؟ ايه لكام نديم. حلوية. يا نديم. يا عيني يا عيني يا عيني. خير انت سمر؟ خذ يا ابني غير اوعيك وانزل على البنك واقبض لي هالشيك ورجع بسرعه. تكرم. تكرم على عيني. لا تنسى هويتك. ها ليك بجيبتي. مع السلامه. ايه ابو قصي الك ولا نديم؟ خير. في طبعه بدنا نعيدها، طبعه الدبدوب ماي فريندز، عندك قوالبها؟ ايه تذكرتها. ايه شو علي عيدها؟ 3000 قطعه، 4 الوان، واليوم ثبت القماش، المسا بيكون عندي. اوف 3000. ايه بس انا ما عاد طبعت بالدين لحدا. لا يا ابو قصي هلا دفعنا لها. ايه وبدك تدفع دفعه جديده اذا بدك يعني اطبع لك الطبعه. وليش بقى هيك؟ هاد شرطي مو سمعان بالمثل؟ لا والله ماني سمعان. قال اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. ايه ابو قصي بس هدول 3000 قطعة. ان شاء الله بيكونوا 100000 قطعة. انا ما عاد طبعت لحدا بالدين. هلا هيك؟ ايه هيك. شو انت ما عم تستوعب شو عم يقول لك؟ ايه وقديش بتريد دفعة؟ 170000. 100 وشو؟ 170000 دفعة على الحساب. خير ان شاء الله. ماشي 170 170. عفوا بلتقى معك انا وانسى سما. شرف. تسلم لي عينك. يسلموا ايديك. وهي 170000 كرم عينك. تفضل. زيد فضلك. هي لك. بعتي لي ابو ناصر دفعه للحبر. مبسوط عمي؟ ان شاء الله مروق هلا. منيح؟ منيح. يلا استروا ما شفتوا منا بخاطركم. يطول بالك. خير. روحي خلي الشباب يجيبوا اغراض السيد حسن. حاضر. اغراضي؟ انو اغراض؟ قلنا لك استنى شوي. فادية؟ يا فادية؟ فوت؟ شوفي شو جايب لي. ايه شو جايب؟ لك الجريدة. انو جريدة؟ اللي نشرت فيها مقالتي، ما بدك تقريها؟ ليش جايب لي اياها؟ لك مشان تقري مقالتي شو بنا؟ ايه مو هاي المقالة اللي تخانقنا مشانها؟ لك شو تخانقنا من شانها؟ قولي اللي تناقشنا من شانها. ايه مثل ما بدك، اللي تناقشنا مشانها، شبا؟ خدي اقريها. هلا بدي اترك كل شيء عندي واقرا مقالتك. ليش شو عندي؟ مشغولة بتعزيل المطبخ. هلا وقت التعزيل؟ بعدين كم مرة بدي اقراها؟ ليش امتى قريتيها؟ مو انت قريت لي اياها هديك المرة وقت كتبتها؟ شبك شو نسيت؟ لك ما نسيت يا فادية، بس يعني قرايت المقالة بالجريدة وهي مطبوعة يعني بتعطي حس تاني، يعني بتعطيها قيمة أخرى. ايه خلص بس خلص بقراها. ولك تمنيت شي مرة بعمري كله انه تهتمي بشغلي وباللي انا بكتبه. لا لا تخاف، انا مهتمة بس مو مبين علي. انت ما بتلاحظ. لا تقري يا ستي لا تقري، في غيرك كتير بيقروها. ايه معلوم، الناس صافين بالدور ليقروا الجريدة اللي فيها مقالتك. هلا عم تتمقلسي علي؟ لا شو دخلك انت؟ عم تمقلس على الجريدة. بالله؟ ليش بها الجريدة؟ مثلها مثل كل الجرايد، لا ويمكن احسن. ايه حطها هون وبس افضى بقراها. وهي حطيتها، بس ويني؟ بدك توعديني تعطيني رأيك بالمقالة. ها؟ ايه شو كم مرة بدي اعطيك رأيي فيها؟ وقت كتبتها قلت لك شو رأيي فيها؟ لك ليش قلتي لي حط الجريدة؟ شو عم تاخذيني على قد عقلي؟ ايه بدي اقرا الجريدة كلها، شو ما في غير مقالتك فيها؟ يا ستي أحلى مقالة بالصفحة الثقافية، وبس تقريها للجريدة رح تعرفي الفرق بين مقالتي ومقالة غيري،
ومو بس هيك بدك تحترميها كثير وتحسي بقيمتها. ايه فكرك ما بعرف انها احسن من غيرها، لكن ليش قلت لك حطها برا؟ ليش قلتي لي؟ ايه ورقها منيح كثير بغب المي بسرعه. ايه يعني منيحه لتلميع البلور. هلا هذا اللي طلع معك؟ ايه لكان لشو هالجرايد؟ 100 مره قلت لك كلهم مثل بعضهم، على الاقل لازم الواحد يلاقي فيهم شغله تفيده. هلا الجرايد صارت لمسح البلور؟ ايه لكان شو؟ لك مادتي، مادة النقد الفني اللي انا ناشرها، نقد اللوحات الفنية، بتروحي تمسحي فيها بلور؟ ايه دخيل اللوحات انا، متذكرة انك عم تكتب نقد فني، مفكرني مالي متذكرة شو كاتب؟ طيب شو كاتب؟ يا ستي بدك تقريها هلا قدامي. هاي بضاعتي شو عم تعمل هون؟ انتو اللي لميتوها من السوق؟ ايه نحن اللي لميناها ليكون مو عاجبك. انتو اللي لميتوها؟ عم تعمل فيي مقلب يا ابو قصي؟ عم تعمل فيي مقلب لتسرقني؟ ما فشرت؟ انا اللي بدي اسرقك ولا انت اللي بدك تسرقني يا نصاب؟ 500,000 هدول بدك تشفطهم كل اللي تحيا؟ 670,000. 500,000؟ هدول مصرياتي، وال100,000 هي الدفعة اللي حضرتك أخذتها من التاجر، وال70,000 هدول حق البضاعة اللي لميناها من السوق منشان نرجع حقنا منك يا محتال. يلا خذ بضاعتك وورجيني على كتافك. والله والله لا دفعك عمرك يا أبو قصي. لك يلا خذ بضاعتك وورجيني على كتافك، وأعلى ما بخيلك اركبه. والله والله لا دفعك حق غالي يا ابو قصي. انا عم تلعب معي، لك انا حسن عم تلعب معي. بسيطه انا بفرجيك. ولا خذوه طلعوه لبرا بعد هيك بطلع لحالي. الحساب بيناتنا يا ابو قصي. ماشي خذوا بضاعته وزدوا له اياها برا. بسيطه عمي، المهم خلصنا منه خلص. الله يلعن هالزمان يلي سلط علينا هيك تجار. استطاع الفنان أن يضع الألوان بشكل متناسق. تماماً. إيه وين الألوان بالجريدة؟ إذا كلها أبيض وأسود، شلون الواحد بيعرف إذا عم تكتب صح لما عم تكذب؟ إذا عم تحكي عن ألوان اللوحة واللوحة مطبوعة بالأسود والأبيض، شلون الواحد بتص على اللي عم تحكي عنه؟ لا وجريدة بلا ألوان ومشحها كمان. يا ستي عم يطبعوها أحياناً ملونة، بقى شو رأيك؟ إيه حتى الملون تبعهم ممشح أكتر من الأبيض والأسود. وينك؟ جرايتكن فالج لا تعالج. طيب طيب خلص ماشي ماشي. حزري مين صار؟ رئيس القسم الثقافي بالجريدة. ايه نزار أباني يا ميخائيل نعيمة. هلا هيك بدك تضلي عم تتمسخري؟ ايه مين بده يكون؟ شي واحد من نمرة هالجريدة. والله معك حق، لك تخيلي مروان صار رئيس القسم الثقافي. ايه طبيعي، هيك طنجرة بدها هيك غطا، وإن شاء الله هو صار يقرر نشر المقالات. قلتك هيك مزبطة بده هيك ختم هزولات. وهو صار بده يوافق على مقالاتك؟ اي نعم. اي خرجك انت هيك ها بس بدك تشمتي فيه. لا شو بدي فيك، انت بتحط حالك بهالمواقف اساسا. مو الحق عليكي، الحق علي انا اللي قعدت وحكيت لك. قال جريدة قال وسيم. يا وسيم مرني معلمي. بابا ليش الغلي قليلة؟ لأنه معلمي ما صار بيع. أوف وليش بقى؟ بعلمي تركت المحل وكان ملان زباين، كانوا واصلين لبرا للشارع. هاي البوزة بالبراد شوفها بعينك. هاي البوزة اللي على حليب، مين حط لها زبيب؟ هاي أنا معلمي. ومن وين جبت الزبيب؟ أنا بعرف ما عنا ولا وقية بالمحل. أنا اشتريت وحطيت لها. ومين قالك تحط لها زبيب؟ قلت لحالي بتصير أطيب. أطيب؟ وين كمالت الزبيبات؟ خلص وحطيتهم كلهم. شو هالحكي؟ وسيم هاي البوزة تبع امبارح. لا لا معلم، شو بوزة امبارح؟ عم قلك هاي بوزة امبارح،
شو فكرني خرفت يعني؟ لا 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 معلم، عسلامتك. عسلامتي. أنا ما قلت لك بتاخد هاي البوزة وبتوزعها؟ رجعت جمعتها وبعتها للناس، ما هيك؟ لا لا، شو رجعت جمعتها؟ بلا، أنت هيك عم تغشني، عم تسرقني وعم تسرق الناس وعم تغشهم. أنت هيك عم تخرب لي بيتي يا معلم. أنت بايع بوزة اليوم وتركت لي بوزة امبارح قدام مني على أساس ما بعت شيء، مظبوط هذا الحكي ولا لا؟ بس وسيم، الله يرضى عليك، اترك كل شيء من ايدك وروح على بيتك، وبكره الصبح تعال خذ حسابك. عم يا بلؤي، لو سمحت تيسر، الله يبعث لك شغل احسن من الشغل عندي. مع السلامه. انا رايح معلم. يا بشو، الله يسامحك ويغفر لك. يوم خطبتك فات البابا على البيت وقال شبعوا مقالي، سمر صار عندها دنم مزروع هالسنه بطاطا. دخيله ابوكي لا شغله يمسكها علي. يا عليكي، بس بتعرفي قديش بيحبك. وانا كمان بحبه كثير وبحسه مثل ابي. خلاص اعتمدتوا الجمعه الجايه؟ ايه، دق ابي وحجز بالمطعم وخبر اهلك واهل نزار والكل لكن شو. عرفتي شو بدك تلبسي؟ والله ما بعرف لسه. جنات، مع اساس في فستان بدك تعيريني اياه؟ ايه، بس دوبك تجي لعندي تقيسيه مشان ظبط لك اياه على قياسك. تسلمي لي يا جنات، والله هيك كثير خجلتيني. لا تحكي هيك، ليه نحن اخوات. استغفر الله العظيم، معقول يخليني غش الناس؟ لا، شو بده يسرقني كمان؟ صحيح، اتقي شر من احسنت اليه. استغفر الله العظيم، سامحوا يا ربي، سامحوا. هاي كل دفعات الله يسلمك. شكرا. ايش هاد؟ دفتر التليفونات، عشان نحتاجتي تسألي أي حدا من اللي كانوا يتعاملوا معه عن أي إشي أو حساب، ممكن تلاقي رقمه بالدفتر عندك. آه أيوة، هو ما كانش يسجل الأرقام والأسماء على الموبايل؟ لا، ما كان يعرف يستخدمه. على كل هاي الدفاتر، مثل ما اتفقنا بنبيع المحل مع ديونه. أنت قريت الدفاتر؟ لسه، أنتوا قروه ومنعطيه للمحاسب، براجعه بستعتمده. زي ما بدك. طيب، عن إذنكم بس شفتي. إذنك معك. كيف بدك تلحقي تقري كل هالدفاتر؟ شو مالك؟ بقراش الدفاتر، عم بشوف الاسماء اللي متعاملين معهم. عزمي اللي شوي باين ضبلت. ايش رايك؟ والله مش حاكين شيء، الالات كويسين، مش تعبانين، يخدموا 20 سنه. ممتاز. بيع علينا نعرف قيمه البضاعه. وزمنة المنشأة كمان، ايش له ايش عليه؟ الله يسلمك. لك يا اخي طولت بالشام، شو وضع الشهيرة؟ كله تمام؟ اكيد كله تمام، والعقود جاهزة وصارت عندك على المكتب من الصبح. لك لا لا لا، شو عندي بالمكتب؟ حطه عندك بالبيت. كمان انا ما فيني احطه عندي بالبيت، بركي شافتها جفرة. ما عندك خزانة بالبنك؟ حطهم فيها. هلا المهم شهيرة، إما جاي على بيروت؟ بكرة، بدها تجتمع بتاجر ثياب وراح تجيب بطارية علبة شوكولاتة. ليش لحقت تحضر المحل؟ هي اخذت المحل جاهز، ما بده تحضير، هو بالاساس كان محل البسه فاخر، صفي عليها بس تغير الارمه. برافو عليك. بس انا لهلا بسال حالي سؤال، انه يعني كان ضروري نفتح لها محل ونشاركها لحتى تجيب لنا هالعلب؟ ايه، لسه دوره بده يكبر اكثر من قصه العلب، المهم تجي وتروح، بصفتها بتشتغل بالتجاره. المباحث بخوفه. لهالدرجه؟ ما بتعرف شو ممكن يصير، بس نحنا نخوف أكثر. شفت حسي؟ ايه طبعا شفته. ايه، شو قال لك؟ قال لي ما عاد في شيء اسمه تمام، خلاص راح بالباي باي. يعني كل شيء بالسليم وبكاتم الصوت. الله يصلحه. شو كان بده بيباسة هالراس؟ الله يرحمه.
شو رايك بهذا الرصاصي؟ حلو مو؟ شوف لي ليك اصابر ذات شي حلوه. هات لشوف، خلينا نشوف غيره. شوف بابا، في هذا الزيتي هذا، وفي هذا الكحلي، واثنين حلوين وبيلبقوا لك. هاد شبابي اكثر بابا، حبيته اكثر. طيب قيسوا. شو سيدنا اعتمدتوا؟ ايه اعتمدنا، رح ناخذ هذا الزيتي. والله الف مبروك. حلو ولونه حلو، وعلى فكره بقياس الشب كثير حلو. قديش حقه؟ 18000. بس ايه بس. طيب وليش كل هالقد غالي؟ ها غالي طبعا. والله هذا سعرنا، لسه في عنا بدلات ثانيه ب 70 و80 الف. نحن بعتنا لعندك جارك ابو لؤي. عراسي انت وابو لؤي، ويا سيدي بلا 100 ليرة. 100 ليرة؟ هيك 100 ليرة بحالها؟ مثل ما لك شايف السوق واقف والاحوال داره و... يعني اذا السوق واقف بدك تمشي وقفه السوق من رقبتي؟ والله يا اخي اسعارنا ثابته وما عندنا مفاصله. طيب طيب شكرا شكرا جزيلا، بس لا تاخذنا هلا، ماني حامل 18000. بكره ان شاء الله. بكره ما في مشكله، المحل محلكم، اذا اعتمدتوا على شيء انا تحت امركم. عن اذنكم انا. خذ راحتك، مع السلامه. لا تزعل بابا، لا تزعل، بكره بدبر المصاري وبنجي نشتري ان شاء الله. اكيد ما رح ازعل بابا، ولا رح البس طعم بهيك ساعه. اكيد حبيبي حبيبي ولا يهمك. عم لك شو قصة هي كل مرة بتوقفني هون وبتروح وتفوت بين الحارة؟ والله ما عم بفهم شيء. شو هادية؟ عم تسمع فاروق؟ شبنا جاك الطراش؟ على اساس حرام واحد يسمع فيروز، مو هيك كنت تقول؟ يا رجل كم هو جميل الفيسبوك، شيء لا يصدق. عم بسألك عن فيروز مو عن الفيسبوك. انا استمع لموسيقى فيروز وليس لفيروز. وشو بالفيسبوك كمان؟ يا سيدي كنت اتحدث الى آنسة عبر الفيسبوك. آنسة؟ نعم آنسة، وما العيب في ذلك؟ مو عيب، بس يعني من امتى؟ مالك بالعادة منيك؟ من جديد، وما العيب في ذلك؟ انه لك مو عيب، بس انا مستغرب، يعني فيروز وفيسبوك وآنسة و... نعم آنسة، اي والله انها آنسة فاضلة جدا. وشو عرفك انه فاضلة بقى سيدي؟ هذا سر. شلون يعني ما فهمت؟ بتعرفها من زمان؟ اعوذ بالله، والله لم اتعرف عليها الا من خلال هذا الجهاز. فرجيني لشو؟ هي 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 جميلة اليس كذلك؟ هلا اذا هي صورتها الحقيقية حلوة ما بها شيء. نعم نعم هذه صورتها الحقيقية، أنا متأكد. وشلون متأكد إذا ما بتعرفها؟ سألتها واستحلفتها وأقسمت بأنها صورتها الحقيقية. يخرب بيتك، وصلت بينك وبينها لهو؟ إلى أين؟ إنك تسألها وتستحلفها؟ شو مالنا شباب مثل غيرنا؟ والله هي التطورات لازم يطلع عليها الأخ حسان أول ما يوصل على البيت. شو أخ حسان يا رجل؟ دعنا من حسان وغلاظات حسان. هلا لا تبلش تحكي على الزلمة بغيابه. بعدين هي البنت سافرة على أساس أنك لا تحب السافرات. يا سيدي تصطفل منا لربا، نحن شو دخلنا؟ بعدين من إمتى كنت تسمع فيروز أنت منير بيك؟ قلت لك إني أستمع لموسيقى فيروز وليس فيروز. إيه بس موسيقى فيروز بكرة حتجرجر وراها أغاني فيروزها. يا سيدي وما المانع؟ كمان فيروز تصطفل منا لربا. معك حق، والله ما دخلنا. اشتري لك بكرة سيدي لفيروز. اشتري وما المانع، بس بشرط بتخلينا نشغله بالبيت، مو بكره بيرجع لك عقل الرحمن وبتقلنا هذا حرام. لا لا لن ارجع به. كمان كنت بدي اسالك عن شو؟ قيل لي انه يمكن مشاهده القنوات الفضائيه عبر اللابتوب، هل هذا صحيح؟ ايه صحيح. بدي منك خدمه، ممكن تدخلني على صفحه القنوات الفضائيه عبر النت؟ هل لديك عنوانها؟ يخرب بيتها
التلفزيون خليتنا نحطه بالغرفة، لكن ما خليتنا نشغله على أساس أنه الشيطان الرجيم. هلأ صرت بدك تتفرج على التلفزيون وعن طريق النت؟ افوت إذا بدك جيب التلفزيون وضعه في الصالون. لا، إذا سمع حسان السمع وشاف الشوفة والله رح تجي جلطة بأرضه. هو مهستر خلقه، سبحان الذي خلقه. روح جيب التلفزيون وضعه في الصالون. إيه بس بشرط واحد. ما هو؟ بدك تقلي وين كل يوم عم تسلحب بالليل وترجع وش الصباح. لك يا شهيرة شو بدك بأجوازة؟ مصاري ومعك ورشة خياطة وعندك، حتى معك مصاري أكتر من فردوس. زيت العين بسم الله ما شاء الله. طيب زيادة الخير خيرين. بعدين هو غرقان فيني لسابع أرض أوقات بشو بكر. خليني ساكتة. بعدين لحظة كله بالحلال، ليش لا؟ لك أنه حلال اللي عم تحكي عنه لا جنينيني، وحياة الرب إنك جذبة. أنت متجوزة رجال تاني، بصير تجوزي اثنين. لك رح طلقه، رح طلقه. إيه؟ خربي قلبك شو سلالي. انت مسافره بكره؟ بكره بكير بيجي ساعتين مخلص وبجي. خير ان شاء الله. لا تنسي علبه الشوكولاته. ايش هالشوكولاته هي من هون لبيروت؟ اي والله ما خارطه مشطي. شو بيعرفني؟ كل يوم بيتصل فيني بيقول لي لا تنساني الشوكولاته، لا تنساني الشوكولاته. شو بدنا نعمل له؟ بدك شيء؟ انا بدي امشي. قاعدي كملي كاس الشاي. لا بنام بكير مشان امشي. باي. الله معك، مع السلامه. فيني اكل ولا لقمه. صحتك. على قلبك. مو احكي لك شي كلمتين حلوين مع هالولد. ما بدي اياه يضل زعلان وقاعد بلا اكل. اليوم ما تغدى، وهي كمان ما تعشى، رح يموت الولد من الجوع. خليه زعلان، بيرضى لحاله. بعدين نحن ما عملنا شي زعلان. شو ما كان، ما لازم يضل بلا اكل. ان شاء الله 60 عمره ما ياكل. شو صغير؟ عمره 24 سنة. لا يا ابو شاهر، ليش هيك قلبك قسي على الولد؟ لك قلبي مو قسي على الحدا، بس لازم يعرف انه ابن الوزير ما عاد ابن وزير، صار ابن وزير سابق، والمكاسب اللي كان محققها بقى في ظهري، لازم هلا هو يتعب ويشقى لحتى يحقق هي المكاسب اللي عرقش بينه. ولا كلامي غلط؟ لا مالك غلطان، بس انت ما عودته. خليه يتعود، خليه يتعود. أكيد ما عجبك كلامي وما عندك جواب، لأنك أنت التاني أفشل منه. أنت حدا حكى معك شيء؟ لك يا عيب الشوم عليك إيمان لأدبك. لك أنا أنت؟ لك ما بتعرفي تحكي مع أبوك بأدب؟ لك أساساً جوزك ليش طلع هيك؟ طلعك لأنك طويلة لسان وقليلة أدب. ليك تعشوا لحالكم إيه؟ وانبسط. لك روح عند نفسي بتختب، روح هيلا عليك هيلا عن مديرك قليلة أدب. شهر 60 عمرك ما تتسممي. ليش هيك عم تعمل مع أولادها؟ اسكتي أنت التاني بيكون أحسن لك. ها عسى ما طلع طوري. ليش لهلا ما طلعت عن طورك؟ شو عاملة البنت لحتى تبهدلها هيك؟ ما عملت شي، اتطلقت من جوزها. وهي شو دخلها؟ هي اللي طلقته ولا هو اللي طلقها؟ هي اللي خلته يطلقها. شلون بقى؟ يعني بس المهم تهاجم ولادك؟ لك انا مالي عم هاجم حدا. اصلا صهرك لو عنده جنس الكرامه كان طلقها من 6 سنين، لانه كل الوقت عم تهددوا فيني. حاجه بقى ابو شاهر، والله عم تحكي حكي ما بيتصدق. وليش حتى ما يصدق؟ عم بيكذب انا؟ كم مره اشتكى من هالزلمه وانا عم تهدده بابوها؟ يخرب بيتها، يخرب بيتها بأحمرها، من يوم ما استلمت الوزارة وراسها ما عاد حملها. أنا شو طلع بإيدي؟ شو طلع بإيدي؟ إذا كان كل الوقت عم تهدد بنتي جوزها فيني. أنت عم تزيدها،
مو لهالدرجة. لك شلون مو لهالدرجة ها؟ في وحدة بتهدد جوزها بأبوها؟ لك عايشة معه بيت لما بمعركة ها؟ لك الزلمة كل الوقت كان يجي لعندي وإني حاسس حالي عايش بنظارة مو ببيت. حاج بقى هو كذاب. لا ماله كذاب، كان عم يحكي وجعه. وشرفي هي أول ما طلعت من الوزارة اتجرأ وطلقها. بدي بتسوى راسه، هو الخسران. لا ماله خسران، إذا خسر شيء فخسر لسانه الطويل. يا سيدي هو الخسران وبكره منشوف والله ليرجع زحف على رجليه.